يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل طلب الشخص من عامله أو مخدومه أن يعمل له بعض الأعمال الخاصة به أو قضاء الأشياء الخاصة به، هل يدخل هذا في السؤال المكروه كراهة تنزيه لأن طلب المساعدة من الناس؟ هذا مستأجر له، هذا مستأجر له، وقد استأجره للعمل، هذا من عمله، وإن كان هذا الخادم من ذريته أو من أقاربه فهذه صلة رحم وبر. نعم.